إذا تتحرى إن مهرجان ليو الدولي بس تلمرعب، هالشيء مو بصحيح أبداً، وخلنا نستكشف مع بعض. صحيح؟ والحين نحن ناسين ندق ورق الحنة. طفون القهوة هنا. قرية ليو فيها كل شيء، فيها مطاعم وفيها مسرح وفيها كرنفال وفيها سوق وبعد لعبة ببجي. ومرحبا بكم أنساتي سيداتي سادتي، بالمباراة الافتتاحية بتواجد فريقين ساند ووريرز ناحية اليمين واليسار يتواجد مع الفروس نايتس. خلفي مباشرة المواجهة بأرض المعركة ببجي موبايل. مهرجان ليو الدولي هو الوجه الأنسب للعائلة، صح سالم؟ حياكم.